مساء الخير، مساء المحبة، مساء العافية على عيونكم متابعينا ومتابعين صيغة جودي. جمعة مباركة عليكم، جمعة خير ومحبة وسلام يا ربي، وجمعة عافية وصحة وسلامة إن شاء الله. شخباركم؟ مشتاقين لكم أكيد، وأنتم هماتين مشتاقين يشوفون شنو الجديد عندنا. طبعاً صارنا كم يوم مفاتحين لايف وياكم. طبعاً احنا محضرين لكم اليوم شغلات كلش حلوة مثل ما عودناكم دائماً. الشغلات اللي نحضرها لكم شغلات كلش حلوة، شغلات جديدة وشغلات انتو تعجبكم. فأنا اليوم حضرت لكم وجبة جديدة مو طبيعية وكلش حلوة، وإن شاء الله راح تعجبكم. اللي أريده من عندكم إنه قبل كل شيء أي قطعة تعجبكم تشوفوها هنا خلال البث تأخذوا لها سكرين، لأن دائماً يراسلونا عالم إنه تعجبهم قطعة خلال البث بس ما عندهم أي صورة إلها. فاللي أريده من عندكم إنه تأخذون سكرين لكل قطعة اللي تعجبكم على مود يعني أنتوا اللي تحيرون بيها. هسه نبدي سعر الذهب. أول شيء اللي أريده منكم إنه تصعدون البث على مود أعرض لكم بضاعة أكثر وأكثر، ونشوف شو الجديد اللي عندنا اليوم. طبعا راح نشوفه أنا وياكم، لأن أنا يومتين ما شفته، فراح نشوفه أنا وياكم سوا ونشوف شنو الجديد وشغلات كلهن حلوة. شو تقول نسيت ما أعرف. سعر الذهب 360 نبيع و355 نشتري من عندكم. أجورنا مثل ما تعرفون أرخص أجور على مستوى العراق، أجورنا فقط 4000 دينار على غرام، وعندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق. ومثل ما قلت لكم انه فقط هاي الايام، انه جمعة وسبت احنا حاضر تام، لكن جمعة وسبت فقط على التوصيل. هسه نشوف الشغلات اللي لابستهن اني. اول شيء راح اشوفهن لكم وبعدين نبدي اعرض لكم البضاعة. اكيد بين ما يصعد البث تصعدون البث اكيد على مود اعرض لكم كل البضاعة اللي انتم تبدوها، كل اسئلتكم اجاوب عليها. خلي نشوف قبل كل شيء البتوت اللي انا لابستهم المو طبيعيات، شوفوا لي اياهم. طبعا دول البتوت بيهم ذهب ابيض، شوفوا جمالهم كلش حلوات وكلش تحفه. شوفوا جمالهم مش قد حلو. ايش قد سعر اللابسته؟ هسه ابدي بقطعه قطعه اشوف لكم اسعارهم. شوفوا لي هاي البتوت. اول شيء البتوت وزنهم 213 غرام، 213 غرام و790، يعني سعرهم 16 مليون و250 الف. سعر البتوت 16 مليون و250 الف. اخذوا سكرين قبل لا نبدي باقي البضاعة عندنا. وذولي الملاوي، نشوف ذولي الملاوي، شوفوا لي اياهم اللي اثبتهم لكم. شوفوا لي دول الملاوي، شوفوا جمالهم. طبعا كل بضاعة اللي عندنا اليوم يعني اكثريتها ايطالية. شوفوا الجمال. الملاوي وزنهم 74 غرام و970 سنت، يعني سعرهم 5 ملايين و700 الف. اما هذا المحبس، طبعا هذا المحبس صار عليه طلب كلش قوي، يعني طلب مو طبيعي. اللي هم هذا ابو المفصل، البي المفصل، هذا المحبس الطويل وزنه 15 غرام و 480 سنت، يعني سعره مليون و175 الف، مليون و175 الف. اما القلاده، شوفوا لي القلاده، شوفوا جمالها ايش قد حلو، شوف تصميمها يجنن، كلش حلوه القلاده. وزنها 94 غرام و700 سنت، يعني سعرها 7 ملايين و195 الف. سعر القلاده 7 ملايين و195 الف. الشال اللي على العارضه بيش اللي هذا، خلينا نشوف لكم. هسه نبدي بالشغلات كل اللي عليكم انه تصعدون البث على مود نبدي بالشغلات اللي عندنا اليوم. طبعا دولي هماتين من ضمن الوجبة الجديدة. هنشوف الشال. الشال وزنه 90 غرام و540 سنت، يعني سعره 6 ملايين و880 الف. اللي هذا الشال، هذا ايش قد طوله يطلع؟ مترين ونص. مترين ونص، شوفوا لي
شوفوا لي، شوفوا ايش قد حلو. سعره 6,880,000. اللي يسأل على سعر الذهب ب 360 نبيع و 355 نشتري من عندكم. خلي نشوف عندنا السوارات، نشوف هذا السوار، شوفوا لي، شوفوا جماله ايش قد حلو. خلينا نشوف لكم وزنه ونشوف السعر. وزنه 51 غرام و 610، سعره 3,925,000. شوفوا لي دولي الكلبشات، دولي الكلبشات فتشي جنن، شوفوا جمالهم. طبعا دولي اجورهم كلهم 4000 دينار على غرام. نشوف الوزن ونشوف السعر. دولي وزنهم 19 غرام و 340 سنت، سعرهم 1,470,000، 1,470,000 دولي. نشوف هذا الكارتير، طبعا هذا الكارتير موجود من عنده باوزان واحجام مختلفه، وهذا باكر واصلته بضاعه بها سوار الحضارات دي يسالون عليه. ها سوار الحضارات، ايه باكر ان شاء الله، ان شاء الله يعني عقب باكر على احد. اي شوفوا لي هذا الكارتير رحيق الزهراء. حبيبتي تدللينها سعره قلت اياها. شوفوا لي دول الكارتيرات كلش حلوه، طبعا دول يعني منوعات عندنا، اكو اوزان ثقيله اوزان خفيفه، انا اللي عرضتها لكم يعني. شوفوا هذا السوار طبعا مال هذا، اي طبعا هذا مال هذا الكارتير. شوفوا هذا السوار مالته، هذا مؤسسه مريم حبيبتي عمري منورتنا. خلي نشوف لكم هاي السبحه، طبعا كل بضاعه اللي اعرضها لكم وراح اعرضها كلهم اجورهم 4000 دينار على الغرام. شوفوا لي هاي السبحه، شوفوا طولها، طبعا طويله هي هاي السبحه، شوفوا لي اياها. نشوف وزنها، وزنها 80 غرام و740 سنت، 80 و740 سنت، سعرها 6,135,000، 6,135,000. علي فاروق بيش الحلقة ليش ما تجاوبين؟ طبعا اني دائما اقول لكم انه مو اكثر التعليقات اقدر اجاوب عليها، لان تعليقات هواية اني اقدر يعني اعرض لكم يعني ايش قد ما اقدر اعرض لكم الشغلات اللي انتم تطلبوها، فمو دائما اقدر اقرا كل التعليقات، يعني كم تعليق اقدر اقرا والباقي يعني كلش اعتذر من عندكم، فما اقدر اجاوب كل على كل الاسئله. شوفوا لي دولي التراتشي، شوفوا شوفوا دولي، شوفوا جمالهم ايش قد حلوات. مثل ما قلت لكم كل قطعة تعجبكم تاخذوا لها سكرين. اي اريد سوار سوار ليرات واحدة صف اللخ، اللي قصدي ان هذا اللي انا عرضته هسه قبل شوية، وين راح؟ هذا اللي هذا. ام يوسف ايش قصة المحبس اللي لابسته حبيبتي؟ هذا المحبس سعره 1,175,000، هذا الكلكتة الخليجي 1,175,000. شوفوا جماله. هذا اني عرضته بداية البث بس يجوز ما لحقتوا تشوفونه. وزنه 51 غرام و 620، سعره 3,925,000. هذا اللي طلب اعرض الشال مرة ثانية. وفحسين ممكن الشال تدللون هذا الشال، هذا
اخذوا السكرين اللي ملحق عليه قبل شويه ياخذ السكرين. هذا مترين ونص ونص طوله 55 شو. حيدر جارح يوجد محابس للرجال، اكيد هسه عرض لكم المحابس الرجاليه. شوفوا لي هذا الشال ايش قصر القلادة اللي لابستها حبيبتي. هاي القلادة اللي لابستها سعرها 7,195,000. اذا تحبون تاخذوا لها سكرين اخذوا سكرينات كل القطع اللي انا لابستهم، ذول الملاوي وذول البتوت. ايش قصر التراتشي اللي عرضتيهم اللي عرضتهم اللي هم ذولي صح انا قلت سعرهم ذولي وزنهم 10 غرامات و22 سعرهم 775 دولي 775,000. شوفوا اليوم ونشوف دولي بتوت. مثل ما قلت لكم كل القطع اللي عندي هنا قدامي هم اجورهم 4000 دينار على غرام. شوفوا لي دولي بتوت شوفوا جمالهم. ها المكان وين يقول اللي ديسل على عنواننا، عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. ذولي وزنهم خلي نشوف الوزن، وزنهم 79 غرام و890 سعرهم 6,070,000. 6,070,000 دوسها اللي يسوي بنتتو سوي شو اسمه فراس المنصوري. اي هسه اعرض لكم محابس رجاليه هسه نشوفهم. شوفوا لي هذا السوار، طبعا هذا السوار ويا محبسه. هذا وين المحبس مالته؟ اي صح دولي. شوفوا لي هذا السوار هو ومحبسه. شوفوا هذا المحبس مالته. حسن الكردي بيش المثقال بيش تشترون؟ طبعا احنا نبيع ب 360 المثقال ونشتري ب 355. هذا السوار شوفوا جماله، شوفوا تصميمه يجنن كلش حلو. وهذا المحبس مالته راح نشوف انا وياكم اوزانهم واسعارهم. اللي ديسل على عنواننا، عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. سعر الذهب نبيع ب 360 ونشتري ب 355. اجورنا كلها 4000 دينار على الغرام. سعر البيع بدون اجور 360 ويا الاجور 380. هذا السوار هو ومحبسه 51 غرام و710 سعرهم 2,930,000. 3,930,000 اثنيناتهم. نعم ايمان حبيبتي ربي يحفظك ويحفظ الجميع ان شاء الله. عمري اشكرك نورتينا. ست هذا المحبس ما اعطينا اياه هذا يعني ما بقى لابسته؟ لا اعطينا اياه. شوف المحبس تفضلي. شوفوا لي دول التراتشي خلينا نشوف. طبعا اليوم حضرت لكم وجبه مال التراتشي كلش حلوات لانه دائما يسجون على تراتشي. هاي حضرت لكم تراتشي فتشي. شوفوا لي دولي اي شوفوا دولي التراتشي. السلام عليكم. ممكن العنوان بلا زحمه. وعليكم السلام. عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. راح نشوف لكم صار عندنا تعليق مثبت. سعر البيع 360 هذا ثابت. سعر الشراء 355 والاجور والعنوان ورقم التليفون. اي زين عاشتي لك. هسه صار عندنا التعليق المثبت مثل ما سمعتوا انه ديسل على سعر البيع موجود قدامكم والعنوان وسعر البيع والشراء والاجور وكل شيء تسألون عليه يعني المعلومات الرئيسيه موجوده عندكم بتعليق مثبت بالتعليقات. دول التراتشي وزنهم 8 غرامات و770 سعرهم 665,000. 665,000
شوفوا جمالهم كلش حلو. ها طبعا بالمناسبه ذول اللي على مو شهر رمضان هم هلال كلش حلوات. شوفوا هذا المحبس، شوفوا جماله ايش قد حلو، شوف الديزاين ما تفت شيء كلش حلو. هذا المحبس وزنه 16 غرام و680، سعره 1,270,000، 1,270,000. حبي ممكن حلقات تدللين عمري، هسه اشوف لكم الحلقات. واللي سلوني على سوارات فرفشه هماتين هسه اشوف لكم اياها. واللي قسني على البتوت دولي البتوت، ما اعرف منو شفته قال اريد اخذ لهم صوره، دولي البتوت وخذوا لهم سكرين. وزنهم 213 غرام و790، سعرهم 16,250,000. سوونا شير وصعدونا البث على مود اعرض لكم باقي البضاعة، لان حضرت لكم كل البضاعة اللي انتم تحبوها، على شغلات ثقيلة، على شغلات خفيفة، اوزان خفيفة، اوزان ثقيلة، كل شيء تردونه اليوم حضرته لكم. شوفوا لي هذا السوار، شوفوا جماله، خلي افتحه لكم شوفوا على طوله احلى. شوفوا شوفوا ايش قد حلو هالليارات. خلينا نشوف الوزن ونشوف السعر. وزنه 13 غرام و930، سعره 1,060,000، 1,060,000. ملكة الهواء شم، ممكن تعرضين خفيفات، حيث يعني كل شيء داعرض لكم خفيفات، اوزان ثقيلة، كل شيء داعرض. يعني هسا عندي مجموعة كلها بين الاوزان الخفيفة وبين الاوزان الثقيلة. قد وزن السلاح مثلا السلاح؟ ها هذا السلاح هسه. هذا وزنه 92 ونص، 92 و 540، يعني سعره 7,035,000 هذا السلاح. يشوفوه بكل وضوح مو؟ اي واضح. اي 7,035,000. نعم. رحيق الزهراء حبيبتي تأمرين عمري. والله. هسه اعرض لك الشباحيات. بس بدون زحمة اريد الشباحيات. صح. شوفوا لي هاي القلادة، هاي اللي طلب خفايف. هاي القلادة شوفوها ايش قد حلوة. هاي وزنها 12 غرام و890. سعرها 980,000. هاي 980,000 كلش حلوة وكلش نازكة، يعني كلش راقية هاي. ما ادري ايش ردت اشوفكم هسه. ها خليني اشوف هسه الشباحية اللي طلبوها. تراكم الهلال وينها هم انباعت؟ انباعت تراكم الهلال هنا هاي. لا مو هاي. هاي. هاي الثانية. ما ادري شنو الشباحية. كانت هنا عندي شباحية. بعد الباقيات شوفوا لي هاي الشباحية، شوفوا النزاكة وش قد حلوة، شوفوا جمالها. هاي الشباحية وهسه بين ما يجيبوا لي الباقيات اشوف ايش الباقيات. شوفي ايش قد حلوة باللبس، كلش حلوة. هاي الشباحية محمد المعموري، وهذا اللي برقبتك بش قد يطلع. هاي القلاده اللي برقبتي هاي سعرها 7,195,000. طبعا اجورها 4,000 وذولي اجورهم 4,000 وذولي اجورهم 4,000. زنوبه عيوني كم سعر المثقال؟ عمري انتي المثقال ب 360 طبعا بدون اجور. اللي دي يسالني ويا الاجور 360؟ لا بدون اجور 360. ويا الاجور 380 ونشتري ب 355. ابو علي الحديدي، ام 7 مليون ما بيها مجال، يا هي قصدك هاي اللي ب 7 مليون؟ اذا تحب راسلنا على البيج وشوف شوف شنو اللي تريده. ريحانة المصطفى، اريد القلادة اللي بايدك، يا هي اللي بايدي القلادة قصدك هاي الناعمة؟ ما اعرف ما اتذكر يا القلادة كانت بايدي. المهم هاي الشباحية شوفي انت يا هي كانت بايدي قولي لي وهسه، او خذي لها سكرين وراسلي البيج عمري. شوفوا هاي الشباحية، هاي وزنها 8 غرامات 0.03، سعرها 610. هاي الشباحية 610.
حور علي كل محل يجور 4000 لو حسب القطع. هو الأغلبية يعني بنسبة 90% المحل إجوره 4000، البقية يتراوح بين 6، يعني شغلات بسيطة وشغلات معدودة على الأصابع اللي بستة. شوفين هذا التخم الإيطالي. تمام. هذا سوارة مقصة تراتشي. ذو الفقار حيدر، تراتشي طوال عندي، تراتشي طوال عندي، قصيرات، كل شيء موجود أساعدكم. شو هذا التخم؟ هاي شغلات ينمي. وين سوارة؟ شو هذا بيدي؟ شو سوارة؟ سوارة بيدي؟ هذا. شوفوا لي هذا التخم، هذا التخم كامل، هو وسوارة ومحبسة وتراتشية. ممكن أريد صدر على مودي شوفوا كامل. طبعاً سعره 7985. تمام. أي بس المهم يشوفون شكله، لأن هيك بإيدي أكيد ما راح يبين. حور علي حبيبتي عمري، انت الرزق للجميع ان شاء الله يا ربي. شوفوا لي هذا التخم، هاي القلاده مالته، شوفوا لي اياها. ابو فرح، عنواننا بغداد، شارع فلسطين، مول النخيل، الطابق الثاني. هاي القلاده، هذا السوار، شوفوا لي السوار، شوفوا جماله كلش حلو. هسه وين المحبس مالته؟ هذا المحبس، شوفوا لي هذا محبسه. العفسه هاي مو بيها تراتشي ايضا هاي القلاده؟ ما ذكر بيها تراتشي؟ اي ما حتى نبيع حليش هاي القلاده انباعت، فحتى نشوف للزبون نفسه. تمام. هاي هذا المحبس مال التخم. طبعا المحبس فري سايز هذا. اي فري سايز يعني يتكبر ويتصغر، شوفوا لي الحلقه مالته مفتوحه. هذا التخم ايطالي. اي. وزنه 105 غرام. 105 اي. وزنه فد شيء كلش حلو. ايش قد سعره؟ 7,985,000، اجوره 4000 دينار فقط. شفتوا؟ ما راح تلقون هذا التخم 105 العفو وزنه 105 غرام وسعره 7,985,000. جبار الحج، ايش قد سعره هذا التخم؟ هذا التخم سعره 7,000,000 هو شغلاته، 7,985,000 ايطالي. هذا ايطالي. اللي يسالني على البتوت اللي بايدي ذولي، ذولي البتوت سعرهم 16,250,000. اكو بنيه اشترت هذه البيهم. اكو بنيه اشترت هذه، يمكن هاي اللي سالتنا على القلاده، اشترت هذه القلاده هسه على البث. هذه تراتشي، خلي نشوفها حتى اذا تعجبها شوفي نسوي لها اياها. اللي طلبت القلاده العفو، هاي القلاده اللي انباعت لك، ذولي التراتشي مالتهم، اذا يعجبوك عادي ماكو مشكله تاخذيهم. شوفي هاي التراتشي مالتهم وهاي القلاده، اذا يعجبك تاخذيهم اثنيناتهم، اذا بس القلاده ماكو اي مشكله. فيصل الراشدي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم سعر الغرام؟ الغرام كامل ويا الإجور 76,000، بدون إجور 72,000، لأن إجورنا 4,000 دينار على الغرام. السلام عليكم. 6 ولا سوار ليارات 125 غرام موجود. وعليكم السلام ورحمة الله. موجود طبعا 125 ما موجود، أكو 100 وشقد 102 غرام، وأكو أوزان أقل بعد، يعني أكثر شيء اللي هو 102. اي اكو بعد 79 واقل 79، يعني من 102 ونازل، ماكو اكثر. علي الزيدي، الله يوفقك ستولا، شوفونا السباح، يوفق الجميع ويرزق الجميع ان شاء الله. تدللون هسه اعرضلكم السباح ومحضرت لكم سبحه كلش حلوه، سبحه كهرب وفد شيء مو طبيعي. هسه نشوف السوار العتنه هذا. علي الزيدي شوفي لنا سبحة تأمر أمر. جاوبي لنا حسين. منو؟ حسين القرغوري. مدى أشوف تعليقه. يسأل عن الملاوي اللي بيدك. الملاوي طبعاً. طبعاً يعني إحنا نعتذر من عندك. طبعاً نعتذر، يعني مثل مدى أشوف إنه دي يقروا لي تعليقات وأني هنا مدى يطلع لي، يعني مدى أشوف من أصلاً، فما أشوف التعليق مالتك، ف
الملاوي قصة أخرين. شوفوا هاي الملاوي، الملاوي وزنهم 74 غرام و 970 سنت، سعرهم 5 ملايين و 700 ألف، سعرهم 5 ملايين و 700 ألف. المحل بمنصور وين مكانه؟ طبعا الحد الآن يعني بعد له فترة قصيرة جدا ونفتح الفرع مالتنا الثاني اللي بالمنصور، يعني بعدنا لحد الآن ما فاتحينه. إن شاء الله قبل الافتتاح راح نعطيكم خبر، لأن مثل ما قلنا لكم عندنا جوائز ذهبية محضريها لكم بيوم الافتتاح، فإن شاء الله قبل يوم الافتتاح راح نعطيكم خبر. شوفوا لي هذا السوار ومحبسه، شوفوا هذا، هذا شغل إيطالي أي وإجوره 4000، هذا إيطالي وإجوره 4000 دينار على غرام. مثل ما قلت لكم أغلب البضاعة اللي عندنا بالمحل هي إجورها 4000. شوفوا جماله، راح نشوف لكم وزنه وسعره. وين غرام 860، 52 غرام و 860 سنت، 4 ملايين و 15000 هو والمحبس مو؟ اي هو والمحبس 4 ملايين و 15000. خلي الحاسبة هنا احسن، راح اجيب الحاسبة لان هي حاسبة يعني اروح هناك طريق ايش طولة. آية حمزة، ردت مثل هاي القلادة اللي تقولون انباعت والتراشي حبيبتي، موجود أشياء مقاربة هواي إلها، يعني هواي عندنا أشياء نواعم مثل هاي اللي انباعت. شوفوا لي هذا السوار، هم هو محبسة. اللي يسأل عندنا خدمة توصيل، أكيد عندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق وكل مناطق بغداد وكل الأيام حتى إذا كانت حظر. شوفوا لي هذا هو والمحبس مالته، كلش يعني كل الجميل، فشي مو طبيعي. هذا المحبسة وهذا السوار، راح نشوف الوزن كامل ونشوف السعر. وزنه 21 غرام و 570، سعره 1,640,000، 1,640,000 هذا كامل هو ومحبسة، 1,640,000. ضي القمر، القلادة لابستها ايش قد وزنها وسعرها؟ هاي القلادة تحبون تشوفوها تاخذوا لها سكرين، وزنها 94 غرام، وزن القلادة 94 غرام و700 سنت، سعرها 7,195,000 هاي القلادة. اما البتوت شوفوا ليهم، البتوت وزنهم 213 غرام، البتوت 213 غرام و790، سعرهم 16,250,000. وين الفصول الأربعة؟ السلاح اللي معلق إيش كم غرام؟ اللي هو هذا كم غرام قلنا؟ 94 لو 90؟ 94 و500، 92 و540 غرام، سعره 7,035,000، 7,035,000 هذا السلاح. راح اشوفكم قلاده كلش تحفه وكلش حلوه اللي هي هاي، خلينا نشوفها. طبعا هذا تخن كامل بس هسه يعني بعد ما مفتوح التراشي والسوار يعني بعدهم بتشيس ما فاتحينهم، فهذا بس القلاده. شوفوا جمالها كلش حلوه، ولا تقولوا لي ايش قد سعرها لان ما انطي سعرها لحد ما يكمل تخمها كامل نشوفه. هاي بس القلادة، واللي يريد صورتها راح يعني راسلنا على البيج وراح ندز له صورة التخم كامل هو والكراتشي والسوار. وراح نشوف هذا التخم هماتين، هذا السوار هذا التخم وهذا المحبس. شوفوا لي المحبس، المحبس مالته شوفوا المحبس والسوار وذول التراتشي. شوفوا تراتشية وهاي القلادة، هسه ذول التراتشي وقلادة وذول هذا السوار
والمحبس شوفوا لي اياهم. هذا ايضا ايطالي جيسيكا. هذا تخم ايطالي جيسيكا اجوره 4000 فقط على غرام. يعني مطعم بالجولدن روز. خلي نشوف الوزن كامل ونشوف السعر. احمد رشيد عندكم فرع بالموصل؟ لا والله حاليا ما احنا فروعنا فقط داخل بغداد. هذا التخم وزنه 87 غرام و740 سعره 6 ملايين و670 الف واجوره ايضا 4000 فقط 6 ملايين و670 الف اليوم بس تخومه اليوم بس تخومه جبنا لكم شوفوا هذا التخم هماتين تراتشيه وين هذا تراتشيه المفروض هنا يعني يمي هذا سوارة ما اعرف هنا يشاف هذا التراتشي المهم السعر ده احنا بعدين طلع التراتشي تاهت علي هنا وين التراتشية المهم هذا هو التخم ناقص بس التراتشي لان ما ادري القاهم هنا قدامي هسه انتو اذا يعجبكم اي اطلبونه تراتشي اذا يعجبكم اندزلكم صورته كامل يعني تراتشي اكيد القاهم فخلينا شو لا ما راح اشوف لكم الوزن لان بدون تراتشي تراتشي ما ادري القاهم هسه بعد شوفوا لي هذا لا هذا السوار هذا الشال شوفوا لي هذا الشال شوفوا الجمال كلش مو طبيعي وكلش حلو هي النقشة فيرزاتشي كلش جميل وقع المهم من شو انتو المهم انتو شفتوا شكله خلينا نشوف وزنه هسه الشال وزنه 53 غرام و660 سعره 4 ملايين و80 الف هذا الشال 4 ملايين و80 الف مو اي 4 ملايين و80 الف اللي هو هذا وشوفوا لي ها اوكي خلينا نشوف دولي التوت اللي قدامك على الميزه هسه هم دولي يقصدون هم هواي التوت قدامي هسه راح اشوف لكم اياهم كلهم شوفوا لي دولي القلاده اللي لابستها ايش قد سعرها القلاده 7 ملايين و195 7 ملايين و195 اخذوا لها سكرين شلون الاستاذ يقول سالنا الا بزعلوا وما تجاوبون استاذ سعود شو تريد بالضبط احنا بخدمتك واني همتين الف مره قلت لكم انه اني ما اقدر اجاوب على كل التعليقات يعني ما اشوف التعليقات اكثرها دز لنا رساله على الخاص واحنا بخدمتك اي شيء تردونه وتشوفوني ما اجاوب تقدرون تراسلون البيج لان مثل ما قلت لكم مو كل التعليقات اقدر اقراها علي الحجيمي اكو توصيل المحافظات اي اكو توصيل لكل محافظات ياسر عبد الحليم ستولا عندكم سوارات رجالي اكيد عندنا هسه نشوفكم بس ها اي بس بلا زحمه الجلاده الرقبيه هذا العقد هيك عرقوا اي بس بلا زحمه رايد السوارات الرجاليه والمحابس اوكي لان دي يسالون عليهم خلينا نشوف هاي العقد هيك يصير على الرقبه كلش حلو راح البسه قدامكم وتشوفوه اول شيء نعدله شوفوا اول شيء اي بس اول شيء شوفوا حلقاته فري سايز يعني تقدروا تخلوه على اي حلقه تصغروه او تكبروه خلينا نشوف وزنه قبل لا البسه لكم بس لحظه ما عندي قلم ايش قد 20 غرام 20 غرام و300 اوكي ايه دي يسألون على القلادة سعرها 7 ملايين و195 الف 7 ملايين و195 الف
شوفوا لي هذا العقد اللي بستقلكم. شوفوا جماله. خلي اول شيء اقرب على الكاميرا تشوفوا. شوفوا ايش قد حلو. طبعا اني تقدرون تضبونه تخلوه هيك على الرقبه، بس اني خليته يعني مال استعجال. شوفوا جماله كلش حلو هذا العقد. هذا وزنه 20 غرام و300 سنت، يعني سعره 1,625,000. مليون و625 الف. احنا بالعراق، اللي دي يسأل باي دوله، احنا بالعراق بغداد شارع فلسطين مول النخيل. امجد عبد الصمد ايش قد اجوره؟ اي واحد منهم ايش قد اجوره؟ كل اللي معروف هسه اجوره 4000 فقط. هذا 8000 دينار على الغرام. مثل ما قلت لكم انه اغلب القطع 90% من القطع اللي موجوده بالمحل هي اجورها 4000 دينار، ما عدا شغلات معينه اجورها 6 و8. فهذا اللابسته انا كل اللي دا تشوفوه كل اللابسته اجوره 4000، ما عدا هذا العقد على الرقبه هذا 8000 دينار على غرام. ياسين علي تشيادي يقول لك توصيل الانبار موجود، توصيل كل مكان، موجود لكل محافظات العراق وكل مناطق بغداد. شوفوا لي هاي القلاده، هاي الليرات، شوفوا جمالها، شوفوا ايش قد حلوه كلش جميله، يعني فشي مو طبيعي. اذا تحبون تاخذوها، واكو يعني هواي سوارات ليرات هيك مثلها، اذا تحبون يعني تراهموها وياه ماكو اي مشكله. هي قلاده وحدها يعني مو تخم. فخلي نشوف لكم وزنها. العفو نسيت. هاي وزنها 20 غرام و120 سنت، سعرها 1,530,000. وادري بكم تحبون هاي الشغلات مال قلايد الليرات. هاي 1,530,000. مرحبا، عندكم فرع علي. العفو، ولو تحكين ام علي تقول الذهب جديد لو مستخدم، يعني ما اعرف، يعني احنا ما عندنا اي شيء ما عندنا شيء جديد ما عندنا اي شيء مستعمل، كل ذهبنا جديد وكل اجوره رخيصه مثل ما انتم تفضلون. فاغلب يعني كل بضاعتنا هي جديده ومستورده، كلها خليجي ايطالي تركي. ومثل ما اقول لكم دائما انه العراقي ما نتعامل بالعراقي، فقط نشتري من عندكم لكن ما نبيع لكم. ملكة الهواشم، هذا البث حاليا من شارع فلسطين مول النخيل. أي وان شاء الله يعني في غضون شهر هيجي نفتح محلنا اللي بالمنصور الثاني بالمنصور. شوفوا هاي المحمدية. طبعا التعليق المثبت بس باقي عندي هنا، ما طالع التعليق. ما طالع؟ ايش عجب يعني، بس يمين مثبت ذكر السعر. اي شوفوا لي هاي المحمديه كلش حلوه وناسكه كلش، ووزنها وسعرها مناسب. هاي المحمديه وزنها 9 غرامات و930 سنت، سعرها 755,000. 755,000. ارجع واذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اجورنا مثل ما تعرفون ارخص اجور على مستوى العراق، اجورنا فقط 4000 دينار على غرام. الذهب 360 نبيع و355 نشتري من عندكم. عندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب وكل مناطق بغداد. طبعا اللي دي يسألني على السبح اني اعتذر لان نسيتهم، فبلا زحمة اريد السبح. صح. واريد السبحة هاي اللي حضرتها. صح. ونسيتها. صح. شوفوا لي بين ما نشوف السبح، خلي اشوفكم دولي بين ما يطلعون السبح. شوفوا لي دولي البتوت. كاترينا بليز ردوا شلون تشترون مثقال عيار 12. حبيبتي احنا نشتري عيار 12. اي هذا نشتري تجيبون المحل ونقيمه. تمام. ونشوفه. بس لحظة. اي. اي تمام هيك شيء. اوكي شوفوا لي دولي البتوت، شوفوا جمال كلش حلوات. دولي وزنهم 35 غرام،
35 غرام و590 سعرهم 1,705,000 1,705,000 رواء باسم بيش التخم جيسيكا التخم جيسيكا ما اتذكر ايش قد خلي اعيد لكم نشوفه وانطيكم سعره الجسن يعاد ذهب 360 نبيع و 355 نشتري من عندكم والمحبس هذا السوار 19 غرام و 320 والقلادة 320 التخم هذا هذا كله جيسيكا هذا وزنه 87 غرام و580 سعره 6,655,000 6,655,000 اللي سألني على السبح راح نشوف السبح قطعة قطعة طبعا كل السبح اللي عندي سعرها 155,000 والتوصيل مجاني ما عدا قطعة واحدة من السبح سعرها يختلف قبل لا نشوفكم مجموعة السبح اللي 155 راح نشوف هاي اللي مو ب 155 ها؟ أقول لك ورات هاي السبحة تمام شوفوا لي هاي السبحة شوفوا هاي جمالها شوفوا الجمال كلش حلوة هاي كهرب هذا الكهرب اسمه حشري يعني بداخله حشرة على دود على ذبان هو هذا الكهرباء الحشري هو هيك طبعا ما هاي يمكن يعني اي حشري شوف يعني بداخله بهاي الاحجار بداخله حشره بس يعرفون بالكهرباء يعرفون شنو معناته الحجر كلش حلو الحشري. شوف جماله كلش حلو هاي بشقد سعرها كيف بالك شوفوا لي هاي المجموعة خلينا نشوفها مثل ما قلت لكم كل السبح اللي عندنا ما عدا هاي اللي شوفتها لكم هاي سعرها يختلف لان وزن الذهب اللي بيها اكثر والحجر مالتها يكون اغلى بالضبط سعرها مليون هاي سعرها بس صياغتها وحجرها سعرها 200 دولار اي لان يعني الحجر مالتها غالي و سعرها 200 دولار شوفوا ايش قد حلو ايش قد سعرها كامل مليون؟ مليون بالضبط. وخلي نشوف هاي السبح ال عندنا شوفوا هاي السبح ذولي كلهم سعرهم 155 والتوصيل مالتهم مجاني شوفوا الحجر مالتهم فتشي كلش حلو و كلش راقي شوفوا هاي كلش حلوات طبعا موجودة عندنا يعني مئات الموديلات غير هذا يعني. بس هاي مثل ما اقول لكم دائما انه اخذ شغلات معينة اعرضها لكم لكن هي هواي موديلات موجودة هاي اللؤلؤ كلش حلوة وكلش مرتبة وشوفوا لي هاي حسين الشمر يقول اريد الحشرية خلي راسل على البيج ويتدلل اللي اي سبحة تريدها تقدر تراسلنا على البيج وتأمرنا امر شوفوا لي هاي شوفوا جمالها وهاي كلش حلوات وشوفوا هاي الو 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 وشوفوا هاي الو هذا الحجر مالتها فد شيء مو طبيعي كلش حلوه دكتوره هدى مهدي قلبي شوفينا ميداليات عمري انت تأمرين امر هسه اشوف لكم اياها الميداليات حضرت لكم اني وجبه من الميداليات كلش حلوات وكلش جديده وشوفوا لي هاي شوفوا نزاكتها ايش قد حلوه ياكدون على السبحه الحشريه السبحه الحشريه اللي يريد السبحه الحشريه انطيني اياها تمام خلي اشوف لكم اياها عن قرب اول شيء شوفوا هاي
ذولي كلهم اللي عرضتهم السبح ذولي 155 وتوصيلهم مجاني. أم ما عدا القلادة هاي الحشرية السبحانة أي هاي السبحة قلت قلادة ما أدري بس قربوا هاي السبحة راح أشوفكم الحجر مالته مو خاف أقربها يعني تغوش يعني قدر المستطاع شوفوها شوفوا هذا فيها الحشرات اللي بداخل الحجر وهذا الذهب مالتها الذهب هو فقط هاي الفواصل وهاي الكركوشة مالتها سعرها مليون وهذا الحجر شوفوا من بعيد مبين هذا الحشرات اللي بداخلها شوفوا هذا سعرها مليون هاي السبحة هاي السبحة مرة ثانية ستي عرضيها مرة أخرى هذه 20 غرام اللي رادوا هاي القلادة مرة ثانية تنعرض هاي القلادة اللي رات طبعا موجود سوار مثلها بالضبط هذا سوارها بالضبط شوفوا هذا السوار هذا هم يرهمونها هذا السوار وهاي القلادة أو تحبون هذا السوار وياها ماكو أي مشكلة هذا السوار هاي القلادة يثبتي وهاي السوار الثاني هذا السوار مو هاي شوفوا لي دول الملاوي سعر الذهب 360 بدون اجور بدون اجور 360 وهي الاجور 380 شوفوا لي دول الملاوي كلش حلوات شوفوا الديزاين مالتهم شوفوا ملاوي خلينا نشوف الوزن مالتهم وين الحاسبة هاي الملاوي 63 غرام فقط 63 غرام سعرها 4,890,000 دولي ملاوي 4,790,000 ستي هذا الأسوار هاند ميد اوكي شغل قديم يعني يعتبر اثري اثري خليني البسك اياها هذا هاند ميد شوفوا لي هذا الأسوار شوفوا لي هذا هاند ميد مثل ما سمعتوا شغل قديم يعني اثري من الشغلات الأثرية كلش حلو شوفوا لي هيجي وين هيجي حسين الحقوقي عندكم كراكيش سبح عيار 21 اذا تريد فقط الكركوشة عادي راسلنا على البيج وتدلل شوفوا لي هذا السوار خلينا نشوف وزنه 47 غرام و 470 سنت سعره 3,610,000 ياسر عبد الحليم ستولا نسيت السوارات الرجالي لا تدلل هسه على بالي هن هذا 3,610,000 شوفوا لي بس السوارات الرجالي هم دول الكارتيات الكارتيات والمحابس الرجالية طبعا هذا واحد من المحابس الرجالية بين ما نشوف الباقيات ملاك الرحمة حب رسائلكم ماسنجر ما جاي تردون عمري انتي طبعا نعتذر لان زخم بالرسائل بس هسه يجاوبونك تدللين وبعد دول الكارتيرات لا الكارتيرات هذا المحبس شوفوا لي هذا المحبس الرجالي شوفوا جماله هذا المحبس وزنه 17 غرام و450 سعره 1,325,000 1,325,000 اللي دي يسألني على اي بدي اسالني على هذا العقد اللابسته
شوفوا لي اياه عن قرب. شوفوا هذا العقد وحده طبعا بدون بالقلاده اللي دخل هسه جديد. هذا واحد عن القلاده. هاي القلاده وحدها 7,195,000 وهذا العقد وحده. شوفوا لي اياه خلص صعده لكم. اي اثنين. هذا العقد شوفوا لي جماله ايش قد حلو، كلش حلو وكلش نازل. هذا العقد عشرين غرام وثلاثمية سنت وزنه، سعره 1,625,000 1,625,000. إذا تحبون تاخذوا له سكرين. طبعا هو بالمناسبة ينضب يعني يصعد. أي ينضب مثل ما شوفتكم قبل شوية، يمكن اللي دخل هسه جديد للبث ما لحق إنه يشوف السلسلة مالته من وراء. فالسلسلة مالته من وراء فري سايز تتكبر وتتصغر، فأني يعني ما مخليته هيك شوية الركبة عدل. شوفوا ليات تقدرون تضبونه على الركبة، تقدرون ترخوه ينزل ماكو أي مشكلة. سعره 1,625,000. هسه أشوفكم المحابس والسوارات الرجالية. شوفوا لي هذا المحبس، شوفوا هذا المحبس إيش قد حلو. كمال ممكن جواب عندكم فرع خارج العراق، نعتذر من كل شخص دا يتابعنا خارج العراق. فروعنا فقط داخل بغداد وما عندنا اي فرع يعني خارج العراق. محبس بيلوني ولا اي ولا عندنا توصيل خارج العراق، نعتذر من كل اللي يتابعونا خارج العراق. هذا المحبس طبعا هذا الزارجون مالته موجود بيلونين، اللون الاول اللي هو هذا الزارجون ابيض، والموديل الثاني نفسه بالضبط لكن هذا الزارجون مالته لونه اسود. خلينا نشوف هذا المحبس. هذا وزنه 20 غرام و 340، سعره 1,570,000. هذا 1,775,000. ها دول السوارات البتوت الكلكتة اللي سألنا على دول البتوت الكلكتة. شوفوا اليوم دول خليجي كلكتة، فقط 3 قطع واجورهم 4000 دينار على غرام. شوفوا موديلهم، يوسف تقدر نشوف من ورا القلادة، يعني قصدك هاي الزنجيل مال القلادة. هسه افتحها اذا تحب راسلنا على البيج وندز لك اياها كاملة. هاي البتوت 37 غرام و 440 سنت، سعر البتوت 1,845,000. مليونين و 845,000. مهند العسابي، وين التعليق؟ بيش المحبس؟ اي محبس؟ ها المحبس الرجالي. هذا الموديل الثاني مالته. شو وين الثاني؟ افتاني شوفي هذا ذول اثنيناتهم. هذا هذا نفس الموديل لكن الزرقون يختلف، هذا الزرقون اسود وهذا ابيض. هذا الأبيض 1,570,000. أما هذا خلينا نشوفه، 18 غرام 500 سنت. هذا الزرقونة أسود 1,405,000. نور القيسي حب العقد إيش قد إجورة؟ عمري أنتي العقد إجورة 8,000 على غرام. كل القطع اللي عرضتها هسه إجورها 4,000 ما عدا هذا العقد فإجورة 8,000 دينار. شوفوا لي دول السوارات الرجالية، طبعا راح اشوفهم لكم مثل ما اقول لكم دائما انه بشكل سريع لان خلص وقت البث. شوفوا لي هذا السوار، شوفوا الحجر مالته كلش حلو هذا السوار. وشوفوا لي دول الكارتيرات، ودولي البلاك، هذا البلاك السوارات. اذا تحبون تاخذوا لهم سكرين. شوفوا جمالهم كلش حلو. وهذا طبعا تقدرون تاخذوه تكتبون عليه اسم، تكتبون اي شيء اي شغلات تعجبكم. وهذا شوفوا لي هذا
وذولي النواعم شغلات رجالية. الملاوي دي يسألني على ذولي الملاوي، شوفوا لي اياهم. ذولي الملاوي وزنهم 74 غرام 970 سنت، سعرهم 5,700,000، 5,700,000. اما البتوت، البتوت وزنهم 213 غرام، 213 غرام و790، سعرهم 16,250,000، 16,250,000. اما هذا العقد طبعا دول كلهم اجورهم 4000 دينار على غرام، هذا العقد سعره 1,625,000، شوفوا لي 1,625,000، واجوره واحده 8000 دينار فقط، هذا اجوره 8000 دينار. القلاده وزنها 94 غرام، شوفوا لي هيك شيء عن بعد، وزنها 94 غرام و700 سنت، سعرها 7,195,000، واجورها 4000، وكل عقد اجوره 4000 مع هذا العقد 8000 دينار. اللي هنا أنا أقولكم مع السلامة لين خلص وقت البث، نشوفكم إن شاء الله باكر على خير ومحبة وسلام، ورب يرزقكم ويرزق الجميع إن شاء الله. ومثل ما قلت لكم أي قطعة عجبتكم تقدرون تراسلونا على البيج وراح ندزلكم إياها وندزلكم كل تفاصيلها. تحياتي لكم، مع السلامة.